بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة، هذه أرق تحيات محدثكم خالد كامل من استاد القاهرة الدولي، وكل عام وأنتم بخير. وافتتاح الموسم الكروي المصري 2007-2008 والشوط الثاني ولقاء السوبر المصري الأهلي والإسماعيلي، تابعنا كلنا أحداث الشوط الأول والتعادل الإيجابي 1-1، محمد حمص الدقيقة 34 ثم شادي محمد في الدقيقة 44 من ضربة جزاء. فرقتين نزلوا ارض الملعب، مفيش تغيير في كلا الفريقين، على يميننا النادي الاسماعيلي وعلى شمالنا النادي الاهلي، وبدانا احداث اللقاء من ثواني، ونتمنى ان يستمر اللقاء على نفس المستوى. حتى الان هدفين وانذارين، جونسون وسيد معوض. فاول لصالح الاسماعيلي من ناحيه الشمال هيلعبها هاني سعيد. ماذا دار بين الكواليس بين الشوطين مانويل جوزيه وفوزي جمال؟ هنتابع ونشوف على الملعب ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني. عمر جمال بيحاول يتحرك، يستلم عمر جمال، عمر لسه، عمر جمال بيعمل هات وخد، عمر الضغط عليه، توصل ناحية اسلام، قطع اسلام الشاطر، اسلام وبيلعب باص طولي لمحمد ابو تريكا، الضغط عليه، توصل لسيد معوض عايز يلعب، تخبط في اسلام، ترجع للشيف عبد الفضيل، رقص وعدى وعايز يعدي، الضغط عليه تاني ويعمل ايه؟ ماشي، والفاول على الشيف عفوا، فاول مع اسلام الشاطر لصالح النادي الاهلي. طالع عصام الحضري يلعب، يدي مساحه للعيب، وادي كره شريف عبد الفضيل، الفاول. عصام الحضري يلعب، نادي الاسماعيلي زي ما قلت لحضراتكم في الشوط الاول بيلعب، بيأمن، بيلعب زون ديفنس، بيحاول يمسك مفاتيح لعب النادي الاهلي ويعتمد على السرعه وتحركات عمر جمال في الناحيه الهجوميه وسيد معوض من الناحيه الشمال بالذات. ادي الكره اهي مع سيد معوض، عايز يعدي سيد وياخد فاول. فاول لصالح سيد معوض، والانذار الاول للاعيب الاهلي لصالح اسلام الشاطر. الانذار الثالث في اللقاء، اسلام الشاطر انذار كده، بقى في جونسون وسيد معوض في الاسماعيلي واسلام الشاطر في الاهلي. شايف النادي الاهلي هيبتدي يسخن احد لاعبيه، هنشوف احمد عادل شكل كده هو اللي بدا يقوم يسخن، واتلعبت الهات وخد لصالح النادي الاسماعيلي من ناحيه اليمين، لكن على طول قطع احمد السيد، يلعب كره طويله نص الملعب، توصل لمعتز اينو، قطع معتز اينو وماشي، عينو ويلعب باص طولي لابو تريكا، ابو تريكا والشيف عبد الفضيل، لما ابو تريكا اتاخد كده واتقطعت من شريف، شريف يلعب على طول في الشمال لسيد معوض، لم كورته سيد، يلعب للشيف عبد الفضيل تاني، شريف عبد الفضيل لجونسون، جونسون ماشي يلعب على طول لمحمد فضل، الضغط عليه، ترجع تاني لحمص، استلم محمد حمص، يلعب لسيد معوض، سيد عايز يلعب الباص العرضي، لعب الطويلة الناحية التانية سهلة لعصام الحضري. عصام الحضري يبدأ هجمة للنادي الأهلي، كرة طويلة وعالية، هاني سعيد توصل له يسيبها، توصل على طول لمحمد صبحي، صبحي بإيده، شريف عبد الفضيل. أول أربع دقايق في الشوط الثاني، سيد معوض ماشي، سيد بوش رجله بيلعب، وائل جمعة قاطع، توصل لمعتز زينو، معتز زينو يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور بيلعب لأحمد السيد، وأحمد السيد لفلافيو، فلافيو تاني باصتين ثلاثة، توصل لجيلبرتو، لفلافيو مع إبراهيم يحيى، لسه فلافيو، لسه فلافيو، لم كورته فلافيو، عايز يغير الناحية الثانية، لعب لشادي محمد، شادي محمد يفتح لوائل جمعه، وائل جمعه واسلامي على يمينه، لعب باص طولي لمحمد بركات، محمد بركات وهاني سعيد، بركات وهاني، لعب العرضيه متاخده مباشره على طول ابو تريكا وجنب الارض، جنب القايم وضربه مرمى، ادي السرعه في اللعبه، وادي واخد مباشره لكن جنب القايم وضربه مرمى، وادي الخطفه السريعه والهروب من محمد بركات من جونسون، ويلعب العرضية على طول ابو تريكا، لكن تطلع وتبقى ضربة مرمى. محمد صبحي دقيقة الخامسة، أول لعبة في الشوط الثاني، صبحي على طويلة وعالية، تعدي أحمد السيد، جيلبرتو، وائل جمعة، ماشي وائل، عدى نص الملعب وائل جمعة، عايز يلعب الباص الطولي، لعب طويلة الناحية الثانية، جونسون قبل بركات، تتلعب على طول ابراهيم يحيى، ترجع تاني لمحمد بركات، بركات بيغير الناحيه الثانيه لفلافيو، مقطوعه، سيد معوض، استلم سيد ومعاه اسلام، سيد واسلام، سيد واسلام، لسه سيد عايز يعدي وياخد فاول على طول لصالح النادي الاسماعيلي. احمد عادل بيسخن، فكر مانويل جوزيه
حاسس كده ان اسلام يمكن مش قادر ولا ايه، هنشوف. فاول لصالح النادي الاسماعيلي، هاني سعيد على الفاول، هاني يلعب على طول لابراهيم يحيى، وابراهيم يحيى بيلعب كره طويله معديه الناحيه الثانيه على طول، احمد السيد بيلحق يلعب لجيلبرتو، جيلبرتو بيلعب لمعتز اينو، مقطوعه توصل في نص الملعب مع النادي الاسماعيلي، حمص محمد حمص يلعب ناحيه اليمين لاسلام طاهر، واسلام معدي ناحيه اليمين وعايز يلعب العرضيه، لعب تخبط في جيلبرتو بتطلع، والركنيه الثانيه للنادي الاسماعيلي، ركنيتين للاهلي ركنيتين للاسماعيلي حتى الان، والتعادل واحد. ضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي اتلعبت على طول لحمص، حمص هيفكر يشوط، لم كورته شاط جنب القايم، ضربه جنب القايم، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. عصام الحضري هو اللي هيلعب ضربه المرمى للنادي الاهلي، لعب عصام كره طويله توصل تاني للنادي الاسماعيلي، ملعوبه على طول طويله وسرعه، عمر جمال المره دي ناحيه اليمين، عمر عمر استلم، عمر استلم دخل لجوه بيصلح، فض فض فضل شايط، برافو يا عصام الحضري، قافل الزاويه عصام وماسك، عصام الحضري ماسك ولعب عصام كرة طويلة وعالية بلافيو وابراهيم يحيى، ابراهيم يحيى بدماغه توصل ناحية اليمين لاسلام، ادي كورة فاص وادي الزاوية الضيقة على طول، قافل عصام الحضري، عمر جمال باص وهات وخد معدي وتتلعب ناحية اليمين ومحاولة، وشادي محمد مبدأ السلامة يطلع ورمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي، تماس الاسماعيلي، هيلعب اسلام طاهر، لعب اسلام ورا على طول، محاولات وهجمتين سرعة للاسماعيلي، نص الملعب تتلعب توصل لجونسون، جونسون يغير الناحية التانية لسيد معوض، سيد واسلام، سيد واسلام، سيد عايز يعدي من ناحية الشمال، لسه سيد معوض ومعاه اسلام، سيد معوض وتخبط في اسلام وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. سيد معوض على التماس، هيلعب جايله حمص، لعب لسيد تاني، اسلام قاطع، لعب لوائل جمعه بيطلع على طول، محمد ابو تريكه لمسه على طول، تاتش خفيف لبركات وظله جونسون، بركات وجونسون تطول توصل لجونسون، جونسون يلعب على طول، ادي اللعبه تاني، الحكم بيقول مفيش حاجه، توصل لشريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل يلعب باص طولي، احمد السيد يلعب، جيلبرتو استلم، جيلبرتو دخل لجوه، لعب لحسام عاشور، حسام لم وغير اتجاهه، باصها مش مظبوط تتقطع، ابراهيم يحيى توصل تاني لحمص، ملعوبه باص هات وخد، خط يغير الناحيه التانيه لاسلام، اسلام يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه وعلى طول وائل جمعه بيطلع، كان رايح لها فضل لكن وائل بيلحق في الوقت المناسب، ادي الكره بتاعت اسلام، وادي وائل على طول قبل فضل، لو بصيت كادر كمل هنلاقي فضل مكمل ورا. الركنيه الثالثه للنادي الاسماعيلي، ثلاث ركنيات للاسماعيلي، ركنيتين للنادي الاهلي، 8 دقائق من الشوط الثاني، وضربه ركنيه اتلعبت عرضيه عاليه، طلع دفاع النادي الاهلي، ترجع تاني للنادي الاسماعيلي، توصل ناحيه اليمين، عبد الله السعيد عايز يعدي عبد الله ويلعب في اليمين، باصتين ثلاثة حمص، استلم محمد حمص غير اتجاهه، لسه محمد حمص بيلعبها حلوة ومفيش راية وتتلعب العرضية، فرصة لا 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 لا، حلوة 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 اتعملت، وعبد الله السعيد، شوفوا عمر جمال الراجل متحرك ازاي، شوفوا عبد الله، شوف عمر جمال بص ازاي الباص دي، بص عمر، بص عين عمر، بص تحرك عمر، بص عبد الله بقى مش مظبوط، وضربة من احلى الجمل اللي اتعملت في اللقاء النهارده. فيلافيو ابراهيم يحيى يلعب، توصل ناحيه اليمين اسلام، تخبط في جيلبرتو ترجع له، يلعب لفلافيو، زحلقها فيها فاول، فيها فاول على طول باين، فاول لصالح النادي الاهلي، ادي اللعبه ايه؟ وادي الزحلقه بفاول باينه جدا على رقم 26 ابراهيم يحيى. حسام عاشور، شادي محمد، وائل جمعه، وائل يلعب لابو تريكا، رقابه جامده، شوفوا كسره عدديه ازاي، على طول لاسلام، لازم النادي الاهلي يسرع الريتم في الحته دي، ابو بركات اسلام، ابو تريكا استلم
تحت ضغط بيستلم بيحاول اتنين تلاتة معاه وش رجله حلوة 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 الناحية التانية لكن جيلبرتو تأخر راحت لمحمد صبحي. محمد صبحي يلعب بايده على طول يبدأ هجمة للنادي الإسماعيلي من ناحية اليمين. عمر جمال توصل لعبد الله السعيد اسلام طاهر اسلام باص مش مظبوط تتقطع معتز اينو اتضغط عليه اتقطع توصل لعبد الله السعيد يلعب على طول لحمص معدي حمص يلعب ناحيه اليمين عمر جمال في اليمين وشادي زحلاه ورامي ولا احمد السيد زحلاه تخبط وتطلع وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاهلي. تماس للنادي الاهلي وشايف في لعيب من النادي الاهلي واقع ان شاء الله يكون سليم. في لعيب واقع ان شاء الله يكون سليم. حكم قال كله يستنى بره. حسام معتز اينو والله هو اللي واقع. ادي اللعبه اهي كانت مع حمص معتز اينو قام سليم الحمد لله. واحمد عادل الورقه الاولى للنادي الاهلي في التغيير بيستعد للنزول هنشوف هيلعب مكان مين اسلام الشاطر ولا بركات هنشوف اعتقد اسلام الشاطر. اتلعبت الاوت وعلى طول بيطلع النادي الاهلي توصل لجونسون في نص الملعب جونسون يلعب عبد الله ناحيه اليمين باصين ثلاثه نادي الاسماعيلي توصل ناحيه اسلام عمر جمال اسلام مقطوعه من جيلبرتو ماشي جيلبرتو ياخد فاول لصالح النادي الاهلي. فاولات كتير وباصات كتير مش مظبوط اتلعب برده الحكم بيقول يرجع من مكانه. احمد عادل هو التغيير الاول للنادي الاهلي رقم 30 احمد عادل هنشوف وصل لنص الملعب عشان يغير. واتلعبت العرضيه توصل ناحيه الشمال لسيد سيد بيلعب لحمص لسيد معوض تاني سيد معوض وعايز يكمل كمل سيد معوض معاه جاي له وائل تخبط في وائل ترجع له تاني لسه سيد معوض لم بيحتفظ بكورته جيد جدا بيعمل كده الضغطه تتقطع توصل النادي الاهلي باص في نص الملعب محمد بركات استلم لعب ورا لاحمد السيد احمد السيد عايز يغير لعب لشادي محمد شادي هيضطر يلعب قدام مضغوط عليه على طول ابو تريكه بدماغه توصل على طول لشريف شريف يلعب كره طويله توصل ناحيه وائل جمعه لسه احمد عادل مستني يلعب على طول اينو معتز اينو بيلعب ناحيه فلافيو وفلافيو استلم يلعب على طول حسام عاشور في نص الملعب حسام بيلم كورته يلعب لاحمد السيد واحمد السيد باص طولي ناحيه الشمال مش مظبوط تطلع وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. التغيير الاول للاهلي فعلا اسلام الشاطر هيخرج وهينزل احمد عادل. احمد عادل هو التغيير الاول مكان اسلام الشاطر دقيقه 13 احمد عادل رقم 30 نزل وخرج اسلام الشاطر. اول تغيير في اللقاء شايف النادي الاهلي برضو بيسخن اسامه حسني وعماد متعب بدا يقوم يسخن اسامه حسني وعماد متعب هنا في تغيير هجومي للنادي الاهلي شعر مانويل جوزيه وجهازه ان محتاج فراوده. تاني كرة مع النادي الاسماعيلي باص وائل جمعه قاطع يلعب على طول توصل ناحيه احمد عادل ادي اول لعبه احمد عادل بيلعب طويله لابو تريكه استلم ابو تريكه شوفوا الضغط عليه على طول شريف عفضيل ابو تريكه بيلعب لمحمد بركات لابو تريكه الضغط عليه توصل فاول لصالح النادي وصلت احسن لكن فاول على جونسون منفعل جونسون واخد انذار لازم يلعب على الكوره بس ادي اللعبه اهي تاني وادي الفاول اللي اداه حمدي شعبان حكمنا الدولي للقاء اليوم. ادي الفاول اهي بيلعب مان تو مان من اول مباراه ادي فوز جمال مدي تعليمات مان تو مان مع بركه. جيلبرتو ناحيه الشمال يلعب ويستنى ودلمه وفاول للنادي الاهلي ولما وفاول للنادي الاهلي فاول من مكان مميز. ادي اللعبه اهي تاني وادي الفاول باين فاول على حمص هنشوف من هنا بقى هتتشاط ازاي. في معتز اينو بيشوط في اكتر من لاعب بيشوط هنشوف هتتلعب ازاي. محمد صبحي بيدي توجيهاته للاعيبته وهنشوف الفاول هيتلعب ازاي على اللعبه. اثنين ثلاثه لعيبه من النادي الاهلي مين اللي هيلعب ما حدش عارف. جيلبرتو اينو ابو تريكا جيلبرتو اينو ابو تريكا
هل هتتصلح ولا تتلعب ولا تتشاط؟ مين على اللعبة؟ ثلاثة، وكل فرقة الإسماعيلي رجعت، وأبو تريكا ولا إينو اللي هيلعب شكل كده، واحد من الاثنين، جيلبرتو هيصلح ولا هيسكت، وأبو تريكا بيلعب ولكن في نص الجول صبحي ماسك، محمد صبحي ماسك. دخلنا على الدقيقة 16 أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة من أحداث الشوط الثاني، وما زال التعادل الإيجابي 1-1، الأهلي والإسماعيلي في كأس السوبر المصري. أحمد عادل سوبر رقم 7، أحمد عادل بيلعب الكرة العرضية، فلافيو معدية وجول، يا جول جنب العريس، بقول جول أبو تريكا في بره، فرصة كبيرة بيه، بركات بركات، ادي اللعبه، ادي بركات الاستلام وبره، لسه بنقول لكن استلم وبره، 1-1، فرصه كبيره محمد بركات، لكن العرضيه حلوه، الاستلام لكن التصويبه مش مظبوط. محمد صبحي لعب صبحي كوره طويله وعاليه على طول معديه، محمد فضل بيحاول يستلم، ادى تحت الفرصه الحكم، توصل مع النادي الاسماعيلي، توصل لسيد معوض ترقيصه وعايز يعدي سيد، الضغط عليه تتقطع، توصل لمعتز اينو يسيبها لابو تريكا، ابو تريكا يغير الناحيه الثانيه، محمد بركات استلم، محمد بركات لعب لجيلبرتو، جيلبرتو ماشي، جيلبرتو يلعب لابو تريكا، ابو تريكا تاني لاينو، اينو لاحمد عادل، بدا يبقى في تحرك شويه، شفنا على كده فرص هنا وهنا لما بدا يبقى في تحرك، والقطع على كده تتقطع، تبدا مع محمد حمص نادي الاسماعيلي، حمص يرجع لسيد معوض، ضغط عليه اثنين، يلعب باص مش مظبوط، احمد عادل تحلقها على طول من حمص وتماس للنادي الاهلي، تماس هيلعبها احمد عادل، لعب لفلافيو، بدا نادي الاسماعيلي يسخن كل بدلائه، جونسون استلم، جونسون يرجع لسيد معوض، باصتين ثلاثه، سيد معوض تاني يلعب كره طويله، شادي محمد قاطع يلعب لاحمد السيد، جيلبرتو في الشمال، جيلبرتو يلعب باص على طول لابو تريكا، الضغط عليه تتقطع، توصل لهاني سعيد ورا، هاني سعيد يلعب لعبد الله، عبد الله السعيد ضغط عليه يرجع لورا، ابراهيم يحيى يلعب باص مش مظبوط، لكن توصل لاسلام طاهر، تتلعب هات وخد على طول، تاني اسلام ناحيه اليمين، اسلام يقدر يلعب العرضيه، لعب الباص برده مش مظبوط، تتقطع، توصل لمع حسام عاشور لينو، وينو برضو فاول لصالح، فاول، واعتقد في كارت فعلا، في كارت لمحمد حمص، الانذار الرابع، ادي اللعبه تاني، وحمص وانذار، جونسون سيد معوض، محمد حمص الاسماعيلي، اسلام الشاطر النادي الاهلي، ادي جوزيه بيفكر تغييره التاني والتالت، وائل جمعه فوزي جمال الناحية التانية بيفكر، لسه عنده ثلاث تغييرات، أبو تريكة، أحمد عادل، باص، وفاول المرة دي على محمد بركات، زي جونسون مدي القرار على طول، حمدي شعبي، هاني سعيد، هاني، لعب هاني، كرة طويلة، وائل جمعة بيرجع، تطلع وتبقى رمية تماس لصالح النادي الأسماعيلي. الريتم نفسه بتاع المباراه بدا يهدى، ده دليل ان لسه ما فرقتين قاريين بعض واقفين مع بعض كويس. عمر جمال يا ولد العيب، سيد معوض، عمر جمال ترقيصه تاني، لعيب متحرك في كل مكان، مغير اللعب الناحيه الثانيه، جيلبرتو اقرب طلع على طول، فلافيو، ابراهيم يحيى، ابراهيم يحيى قاطع، حمص لعب على طول لاسلام، اسلام ملعوباله هات وخد، يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه، الحضري طالع وماسك، عصام الحضري عايز يعمل هجمه مرتده، لعب كره طويله ناحيه هاني سعيد، لعب هاني، توصل لعبد الله السعيد، استلم عبد الله ورقص وعدى عبد الله، وقف على كورته تاني، عبد الله السعيد، اسلام طاهر، راجع اسلام، مضغوط عليه جيلبرتو، رجع من نص الملعب لمحمد صبحي، ما يقدرش يمسك، لعب على طول، تطلع بره ولا ايه؟ لا والله جيلبرتو استقلى، حسام عاشور، حسام يلعب لإينو، أحمد السيد، شادي محمد، أحمد السيد تاني،
ماشي احمد السيد، احمد وماشي، احمد لسه، احمد السيد يلعب على طول لجيلبرتو، جيلبرتو يلعب لفلافيو، فلافيو بيفكر يلعب لمين، لعب الكرة الطولية على طول وسهلة في ايد محمد صلاح. تلت ساعة من احداث الشوط الثاني، بدأنا الدقيقة 21، ما زال التعادل الايجابي 1-1، اهلي والاسماعيلي في افتتاح الموسم الكروي المصري، كأس السوبر المصري. النهاردة اتحاد الكورة اتعمل مؤتمر صحفي بحضور كابتن سمير زاهر، كابتن محمود الجواري، واعلن تعيينه، هنقول بعد اللعبة دي. فلافيو، فلافيو بيغير الناحية الثانية، جونسون وبركات، وجونسون يسيبها وياخد ضربة مرمى. اعلن تعيين كابتن محمود الجواري مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم، وباختصاصات كبيرة جدا الحقيقة، ومشروعات طموحة كبيرة. يمكن كان حظي اني قابلت كابتن جواري قبل توجهي هنا الى الملعب، وعنده طموحات كبيرة جدا لتطوير الكرة المصرية وتطوير برامج قطاعات الناشئين وتطوير الاحتراف. نتمنى له كل التوفيق. التغيير الاول للنادي الاسماعيلي، هيخرج اسلام طاهر وهينزل عبد الله الشعب. دقيقة 21، عبد الله الشحات بينزل واسلام الطاهر بيخرج. اسلام طاهر بيخرج وعبد الله الشحات بينزل، تغيير برضو تكتيكي للنادي الاسماعيلي. كابتن جواري مرتبط عقده لمدة عامين مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. كرة طويلة معدية ناحية اليمين توصل لإبراهيم يحيى. إبراهيم استلم يلعب على طول، شريف والله هو اللي استلم، لهاني سعيد، لجونسون، جونسون يلعب تاني، مقطوعة توصل لسيد معوض، سيد بيلعب لعمر جمال، بيحافظ على كرة الراجل، شوفوا بيحاول وياخد رمي الكاس، يدي لنفسه التحجيز على الكورة جيد وياخد رمي التماس لصالح النادي الاسماعيلي. تغيير للاهلي، تغيير للاسماعيلي، تعادل 1-1 ولسه المباراة في الملعب. دي نص الشوط الثاني بالظبط، دقيقة 23، شريف عبد الفضيل، هاني سعيد، محمد صبحي، صبحي يغير الناحية الثانية، إبراهيم يحيى، إبراهيم يحيى يلعب الكرة الطويلة معدية تتقطع، شادي محمد يرجع، أبو تريكة بيحاول وعلى طول تطلع من شريف، وده برامي التماس لصالح النادي الأهلي. تماس للأهلي يلعب أحمد عادل، أحمد عادل يلعب التماس لأبو تريكة ومعاه شريف عبد الفضيل، أبو تريكة لم كورته، أبو تريكة، ابو تريكه وقف عليها تاني، غير اتجاهه مرتين ثلاثه، لعب لحسام عاشور، جيلبرتو على شماله، لعب لجيلبرتو، جيلبرتو عايز يلعب هات وخد، حسام عاشور، حسام بيلعب على طول مبدا السلامه، بيطلع دفاع الاسماعيلي، احمد السيد وفط، لسه احمد السيد، احمد ومعاه فط، يلعب لحسام، حسام بيلعب لجيلبرتو، جيلبرتو بيخش لجوه، يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور ترقيصه، فاول لصالح النادي، ترقيصه فاول لصالح النادي الاهلي. ادي اللعبه وادي حمص الفاول. فاول للنادي الاهلي، ولسه البدلاء هنا وهنا بيسخنوا، لعبت الكوره لينو، وينو بيلعب على طول باصين ثلاثه تاني لحسام عاشور، احمد السيد، احمد بيلعب باص طولي حلوه ناحيه الشمال لمحمد بركات، اتنقل في الشمال لكن جونسون مش سايبه على طول معاه، يلعب تاني ورا لجيلبرتو، جيلبرتو تاني على طول لبركات، محمد بركات وقف على كورته، لسه بركات يلعب على طول لينو، تضغط عليه ومدي فاول لصالح النادي الاهلي. فاول للاهلي، هيلعبها جيلبرتو، ادي اينو مع حمص على طول، والفاول تاني لصالح النادي الاهلي. جيلبرتو على الفاول، لعب جيلبرتو عرضية معدية مفيش حد بيقابل، تعدي وتطلع وتبقى ضربة مرمى لصالح النادي الاسماعيلي. 25 دقيقة من أحداث الشوط الثاني، وما زال التعادل الإيجابي 1-1، الأهلي والاسماعيلي. محمد صبحي يلعب كرة طويلة، فضل ووائل جمعة، معتز زينو، أحمد عادل، أبو تريكة،
معتز زينو، احمد عادل في اليمين، احمد عادل يلعب العرضيه وتطلع لسه والله في الملعب، خبطت في الرايه وترجع. حمص يلعب لعمر جمال، عمر يلعب لفضل، فضل العمر تخطو توصل لشادي محمد، شادي عصام الحضري، الحضري يغير لجيلبرتو، جيلبرتو ناحيه الشمال، جيلبرتو باص طولي على طول، حسام عاشور وعايز معاه عبد الله السعيد، حسام وعبد الله، حسام وعبد الله، لسه حسام عايز ياخد ضربه ركنيه، عبد الله معاه قطع عبد الله السعيد، عبد الله بيحافظ على كورته ولعب تخبط في حسام وتطلع وتبقى رامي التماس جنب الرايه الركنيه. هيلعب رامي التماس عبد الله الشحات، ريتم المباراه هدي، لعب لعبد الله السعيد للشحات تاني، دخل لجوه ويطلع برجله الشمال كره طويله ترجع من معتز زينو، نص الملعب مقطوعه ترجع تاني لشادي محمد، يلعب لوائل جمعه، وائل لا ابو تريكه بكعبه، جونسون قبل بركات توصل لاحمد عادل، يلعب على طول لبركات، محمد بركات ومعاه جونسون، باص مش مظبوط، سيد معوض وقاطع، يلعب تطلع وتوصل على طول لاحمد عادل، احمد عادل يلعب على طول لابو تريكه، وابو تريكه بيلعبها مقطوعه توصل في نص الملعب تاني، حسام عاشور بدماغه لفلافيو، فلافيو بيلعب لابو تريكه، ابو تريكه وجاي له جيلبرتو في الشمال، وقف على كورته ولمها ولعب كره عرضيه الناحيه التانيه، جونسون بيطلع قبل بركات، هاني سعيد، سعيد معوض، لسه الباص مش مظبوط. تاني على طول ملعوبه حلوه، محمد فضل، شادي قاطع توقع جيد في نص الملعب، عبد الله السعيد ماشي، عبد الله يلعب باص طولي على طول اقرب وائل، يرجع لعصام الحضري، استلم عصام يلعب لجيلبرتو ناحيه الشمال، معتز اينو ماشي، معتز، معتز اينو يغير لاحمد عادل، احمد عادل يلعب لابو تريكه، ابو تريكه وشريف، لما ابو تريكه ومشي وشريف وشادد وفي انذار، شريف وشادد والانذار على طول، شريف عفضيل، شريف عفضيل والانذار، ادي شريف عفضيل وادي انذار، خدنا الانذار الخامس، اربع انذارات، ادي اللعبه اهي باينه باينه باينه، انذار جونسون، سيد معوض، محمد حمص، شريف عفضيل في الاسماعيلي، اسلام الشاطر في الاهلي، خمس انذارات حتى الان. شايف انا استدعى مانويل جوزيع، عماد متعب واسامه، والعرضيه لسه الكوره في اللعب تتقطع، عبد الله الشحات يلعب على طول لفضل، محمد فضل استدعى عماد متعب واسامه حسني، يبقى هيعمل تغييراته والكوره تتلعب مع النادي الاهلي، توصل على طول لابو تريكه شايط، تعدي تخبط تروح ناحيه الشمال، جيلبرتو يلعب العرضيه، برافو يا محمد ياسر، العرضيه وبالراس احمد السيد، وفي نص الجول صبحي بيمسك اخطر فرصه في الشوط الثاني. ثاني كره ملعوبه، هجمه من ناحيه اليمين لنادي الاسماعيلي، وعلى طول شادي قاطع توصل لاحمد السيد، معتز زينو يلعب لجيلبرتو، بدانا نسخن شويه، نتمنى هنا وهنا، الاسماعيلي هيعمل تغيير ثاني ايضا، هنشوف التغيير الثاني النادي الاسماعيلي، توصل لوائل، وادي تغييرين النادي الاهلي بيستعدوا، متعب واسامه حسني وجونسون، ما قاطع جونسون يلعب تتخبط وتوصل على طول لابو تريكه، محمد ابو تريكه، ابو تريكه يلعب العرضيه مش مظبوط، توصل لجونسون، جونسون دخلنا على الدقيقه 30. اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، وما زال التعادل الايجابي 1-1، الاهلي والاسماعيلي كاس السوبر، وكره طويله تتقطع في السكه ترجع تاني للنادي الاهلي، ادي اسامه حسني التغيير، ثلاث تغييرات هيتموا، اثنين للاهلي وواحد للاسماعيلي، والاسماعيلي يستعد ايضا للتغيير الثاني والثالث مع بعض، برضو باين جدا، هنشوف مع بعض التغييرات هتكون ايه. تاني كره ملعوبه ناحيه الشمال لاحمد السيد، احمد السيد يلعب على طول لجيلبرتو، ماشي جيلبرتو، جيلبرتو يلعب على طول لبركات، بركات تعدي اينو، وعايز يعدي ويشوط وشاط وبره، هنشوف التغييرات كده، نبدا نشوف التغييرات، تغيير
الزمالك ونازل مصطفى كريم. وأسامة حسني شارك حسام عاشور ونزل أسامة حسني. أسامة حسني نزل، حسام عاشور خرج، ده تغيير في النادي الأهلي. حسام عاشور وعماد متعب الاثنين مكان بلافيو، ومصطفى كريم اللاعب العراقي وأول تجربة ليه رقم 99 مكان محمد فضل. مصطفى كريم مكان محمد فضل. نشوف مع بعضه فكر النادي الأهلي. يبقى النادي الأهلي هيلعب باتنين مهاجمين صراحة، أسامة حسني وعماد متعب، هينزل محمد أبو تريكة وراهم راس مثلث، وهيعتمد على إينو فقط في نص الملعب، هو محمد بركات ينزلهم تحت. كده فكر مانويل جوزيه، هنشوف هل ده اللي هيتم ولا ايه. عموما لسه المباراه في الملعب. هاني سعيد استلم، هاني سعيد بيلعب ناحيه مصطفى كريم اول لعبه، لكن على طول قاطع دفاع النادي الاهلي، يرجع في نص الملعب. عبد الله يلعب ناحيه عمر جمال، عايز يستلم، استلم عمر جمال، دخل عمر جمال، عمر وعايز يشوط، توصل في ايد على طول عصام الحضري. الحضري يبدا لاحمد عادل، احمد عادل يلعب لمعتز اينو، اينو استلم معتز وماشي، اينو يلعب على طول لعماد متعب اول لعبه، على طول بيلعب باصتين ثلاثه، تتلعب لاسامه الناحيه الثانيه ما فيش حد، توصل لعبد الله الشحات. عبد الله الشحات يلعب على طول مساحه فاضيه خالص في اليمين لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيلعب على طول لمصطفى كريم اول لعبه، مصطفى استلم مصطفى كريم وماشي وعدى ودخل، لعب لعمر جمال، عمر جمال لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد يغير لسيد معوض. سيد معوض اخر 13 دقيقه في اللقاء هيفرقوا كتير. مصطفى كريم ضغط عليه، تطلع وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي، تماس للنادي الاهلي. هذه اللعبه اللي فاتت بتاعت عماد متعب اول لعبه، وادي وائل جمعه يلعب، وائل جونسون احد نجوم هذا اللقاء النهارده، حقيقه عامل مشوار وجهد كبير جدا. اتلعبت لعبد الله السعيد، عبد الله او عبد الله الشحات ناحيه اليمين، عبد الله الشحات يلعب العرضيه قصيره، قطع على طول دفاع الاهلي، ترجع تاني في نص الملعب. اسامه حسني بيستلم، اسامه وبياخد كورته، اسامه ويدي لمحمد بركات، بركات جيلبرتو في الشمال فتح له، لعب لجيلبرتو، جيلبرتو يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه لكن محمد صبحي في الميعاد قطع. توقع جيد لمحمد صبحي وماسك بايده على طول، يبدا النادي الاسماعيلي باصتين ثلاثه، كره طويله مقطوعه توصل لبركات تاني في النادي الاهلي. بركات، بركات يلعب لاسامه حسني، نازل يستلم اسامه، اسامه عايز يجرب شاط بره، ضربه عايز يجرب شاط بره، ضربه مرمى لصالح النادي الاسماعيلي. التغيير الثالث في النادي الاسماعيلي، هنشوف تغيير الاسماعيلي الثالث. احمد سمير فرج اعتقد، ولا مين؟ اعتقد احمد سمير فرج هو التغيير الثالث. عموما ما نسبقش الاحداث. هينزل احمد سمير فرج، هيخرج محمد حكم، وهينزل احمد سمير فرج رقم 3. كده النادي الاسماعيلي عمل تغييراته الثلاثة، والنادي الاهلي عمل تغييراته الثلاثة، واخر 10 دقايق اللعيبة اللي موجودة هي اللي هتكمل اللقاء. اخر 10 دقايق في اللقاء، وهيلعب على طول محمد صبحي، كرة طويلة وعالية ملعوبة لعمر جمال. سيد معوض كابتن النادي الاسماعيلي بعد خروج حمص، باصتين ثلاثة مقطوعة، والفاول على سيد معوض. سيد معوض حمل شارة الكابتنة بعد خروج محمد حمص، والفاول لصالح النادي الاهلي. اتلعبت على طول، اينو يغير لجيلبرتو، جيلبرتو ماشي، جيلبرتو يلعب ناحيه الشمال لمحمد بركات، ضغط عليه عبد الله الشحات، تطلع تبرامي التماس للنادي الاهلي. اسامه حسني هو اللي ضغط عليه، تماس للنادي الاهلي، اتلعبت توصل على طول لبركات،
والتماس مش مظبوط تبقى على طول التماس يتغير لصالح النادي الاسماعيلي. تماس عبد الله الشحات هو اللي هيلعب للنادي الاسماعيلي. رميه التماس لعب طويله مصطفى كريم الضغط عليه توصل على طول لاحمد السيد ثابت لمحمد بركات باصين ثلاثه ترجع لبركات عايز يغير اللعب لعب لابو تريكه ابو تريكه استلم بوش رجله لاسامه حسني عايز يعدي اسامه لم تتقطع توصل لعبد الله الشحات يلعب كره طويله في نص الملعب معديه مصطفى كريم اتقطعت منه توصل لوائل جمعه وائل جمعه لمحمد بركات محمد بركات الضغط عليه احمد سمير فرج وقطع احمد سمير احمد سمير والهجمه المرتده النادي الاسماعيلي اللعب لعمر جمال ناحيه الشمال عمر جمال معدي عمر بيلعب بكعب سعيد معوض يلعب العرضيه يطلع وائل جمعه لسه الكره في اللعب توصل لاحمد سمير يغير ويلعب ورا تاني الكره مع نادي الاسماعيلي باصتين ثلاثه لسه لنادي الاسماعيلي احمد سمير والفاول لصالح نادي الاسماعيلي على محمد بركات فاول لنادي الاسماعيلي دقيقه 37 التعادل 1-1 وتعليمات هنا وهنا في اخر 8-9 دقائق في اللقاء ادي سيد معوض فض اسف كريم مصطفى كريم تطول وتوصل لعصام الحضري عصام الحضري شاط عصام كره طويله محاوله لسه اللاعب كره في اللعب توصل ناحيه الشمال للنادي الاهلي ضغط على طول وقاطع شريف يلعب في نص الملعب لعبد الله السعيد عبد الله السعيد يلعب لاحمد سمير فرج سمير لسيد معوض لاحمد سمير فرج تاني احمد سمير عمر جمال مستني له لعبها لعمر جمال من ورا وائل جمعه لكن شادي اريو خبره قاطع شادي جاي له معتز زينو استلم معتز زينو ماشي معتز زينو يلعب العرضيه جونسون قاطع لكن اسامه حسني معاه توصل على طول معديه توصل لبركات محمد بركات وماشي يلعب العرضيه لجيلبرتو جيلبرتو بيلعب على طول لمتعب ومتعب بيرجع تاني ورا لبركات وبركات بيفتح لوائل جمعه وائل جمعه بيلعب تاني لاسامه حسني النادي الاهلي بيبحث عن ثغره احمد عادل وائل جمعه والاسماعيلي الدفاع منطقه مش مدي وبيلعب على واحد مان تو مان عماد متعب بيلعبها على طول وتعالي اسامه حسني تتقطع تبدا الهجمه المرتده للنادي الاسماعيلي وائل جمعه قاطع ويطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاسماعيلي عمر جمال سيد معوض ماشي سيد معوض سيد وعايز يعدي سيد الضغط عليه فاول لصالح النادي الاسماعيلي فاول للنادي الاسماعيلي مديه حمدي شعبان جنب اللعبه هنشوف اللعبه بتتعدل لنا من اكتر من مره ومحاولة لتهدئة اللعب سعيد معوض على اللعبة نادي الإسماعيلي يصل لهدوء وإن ما جابش جول يبقى على الأقل أوصل لركلات أكتر أحمد سمير فرج عبد الله السعيد يلعب على طول ناحية اليمين عمر جمال الراجل بيتنقل يمين وشمال وتاني محاولة للمرور لسه اللعبة ملعوبة العرضية سعيد معوض وضربة ركنية لا في راية وصفر في راية وصفر راية ناصر عباس صفارة حمدي شعبان تسلل على سيد معوض هيلعب على طول عصام لعب عصام عبد الله الشحات بيرجع توصل تاني لعصام الحضري بدأت جماهير الاهلي تهتف تلعب اهلي جماهير الدراويش تشجع فريقها برضه جماهير الاسماعيلي وتالت لعب الكرة الطويلة ابو تريكا اسامة حسني باص مش مظبوط تتقطع احمد سمير فرج نص الملعب عبد الله السعيد عبد الله الشحات ناحيه اليمين عبد الله ماشي ماشي عبد الله الشحات يلعب لمصطفى كريم مصطفى كريم وعايز يلعب يخبط وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي اتلعبت لمعتز زينو ماشي معتز زينو هيلعب لمين لعب لاحمد عادل احمد عادل باص على طول وصفاره وفاول وفيكا صفارة وفاول وانذار هنشوف الانذار لمين
ترفع مين اللي واخد انذار قبل كده؟ هنشوف مين اللي واخد انذار قبل كده. سيد معوض، سيد معوض على طول هي العشرة الكابتنة يديها لحد سيد معوض واخد انذار قال عشرة الكابتنة، وادي على طول الكارت الاحمر سيد معوض، انذار تاني سيد معوض، يبقى طرد على سيد معوض. خرج والنادي الاسماعيلي يلعب اخر خمس دقايق عشر لاعب، كارت احمر سيد معوض، انذار تاني لعبت على طول اخر عشر اخر خمس دقايق، الكرة العرضية جوه 18 يطلع الدفاع، توصل تاني مع عمر جمال، عمر جمال يلعب وتتقطع، توصل على طول الكرة مع بركات، وبركات يلعب تتقطع تاني ويطلعها احمد سمير فرج بره عشان عمر جمال واقع، تماس لصالح النادي الاهلي. اخر خمس دقايق في اللقاء اعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة، والاسماعيلي هيلعب ب10 لاعبين. احمد عادل ويسقط جوه ورايا وصفار عماد متعب تسلل، عماد متعب تسلل لصالح النادي الاسماعيلي، تسلل للنادي الاسماعيلي وخرج سيد معوض، انذار تاني والاسماعيلي بيلعب 10 لعيبه، ومحمد محمد صبحي بيهدي اللعب، وادي الجماهير رابطه الاهلي دايما تشجع ورا الجول، نلاقي الناحيه الثانيه جماهير النادي الاسماعيلي ورا محمد صبحي تشجع برضه فريقها، مصطفى كريم واحمد السيد، احمد يلمس، معتز زينو استلم، معتز يلعب لمحمد بركات، محمد بركات ماشي، بركات وقف على كورته، محمد يلعب لابو تريكه لبركات تاني لاحمد عادل داخل لجوه، احمد يرجع لورا، وان في كارت احمد سمير فرج، احمد سمير فرج وانذار ملهاش لازمه الدور الاخرانيه ديت، ادي اللعبه ايه، واحمد سمير فرج انذار، انذارات كترت في الاخر ملهاش لازمه الانذار. ادي حمدي شعبان بيسجل انذار، وائل بيلعب، معتز اينو، معتز بيلعب على طول لابو تريكه، اتقطعت، تبدا الهجمه المرتده للنادي الاسماعيلي، هجمه مرتده للاسماعيلي تتقطع، وفاول لصالح النادي الاسماعيلي، فاول للنادي الاسماعيلي، حكم جنب اللعبه بيدي القرار والثقه للفريق، حمدي شعبان جنب اللعبه قراره والفاول، واخر دقيقتين وهنشوفه مدي قد ايه، بيدي ثلاث دقائق وقت مكتسب بدل بقى. ادي مصطفى كريم اللي كان معاه الكره اللي فاتت وانذار، لا مفيش ثلاث دقايق بيديهم وقت بدل ضايع، لو انتهى اللقاء بهذه النتيجه نحتكم لركلات الترجيح من نقطه الجزاء، مفيش وقت اضافي هنحتكم لركلات الترجيح على طول. احمد سمير فرج لعب ناحيه الشمال بعد ما خرج سيد معوض، وادي احمد سمير وداخل لجوه، تتقطع توصل على طول لمحمد بركات، هجمه مرتده للنادي الاهلي، بركات بيلعبها على طول في اليمين لاسامه حسني، واسامه بيسقط هاني سعيد لكن تتقطع، توصل للنادي الاهلي تاني، ومحاوله لسه محاوله، عماد متعب، وعماد متعب باص مش مظبوط، تتقطع تاني للنادي الاسماعيلي، عمر جمال مجهود كبير من عمر، احمد سمير فرج يلعب باص طولي لمصطفى كريم، وائل جمعه قاطع، توصل لجيلبرتو، جيلبرتو يلعب على طول لمحمد بركات، بركات يلعب على طول اينو، معتز اينو شايط وبره، وضربه مرمى لصالح النادي الاسماعيلي، ضربه مرمى النادي الاسماعيلي، الثواني الاخيره والوديه الاخيره من الوقت الاصلي، وثلاث دقائق وقت بدل ضايع، بيديهم حكمنا محمد عباس بناء على اشاره الحكم حمدي شعبان، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، وبنلعب دلوقتي في الثواني الاخيره من الوقت الاصلي، حمدي شعبان رايح لمحمد صبحي وانذار ولا ايه؟ رايح يشوف لان هو عنده الجزمه مفكوكه، من حق الحارس انه يربط جزمته، او لو عنده اصابه في الملعب الحارس الوحيد هو اللي من حقه يتعالج في الملعب. ذكاء طبعا من محمد صبحي هنا، بيهدي، بيلعب ناقص لاعب، بيحاول يهدي، قلع الجوانتي ويظبط نفسه،
والحكم جنبه بيدي الوقت بدل أضعف. لكن المباراة حتى الآن رغم الإنذارات الكتير لكن مباراة نظيفة، إنذارات كورة يعني قوة لها نقطة كورة دخول بقوة شوية، لكن ليس فيها العمق زي ما بنشوف في ملعب. المباراة حتى الآن نظيفة من الفريق، ده اللي نتمناه دايما في ملاعبنا. الهدف الأخير هو منتخباتنا الوطنية إن شاء الله تكون دايما في أعلى المستوى. الأهلي، الإسماعيلي، الزمالك، المصري، الاتحاد، كل الأندية ديت لها تاريخ محلة. عايزين ننسى نادي ونقول نادي، أيضا الأندية الحديثة اللي صعدت كلها، طلع الجيش وإنبي والحدود وغيرها من الفرق اللي قدمت لنا لعيبة مميزة. نتمنى لهم كل التوفيق زي ما نتمنى للفرق الوافدة الجديدة كل التوفيق. كرة ملعوبة تاني توصل لعبد الله السعيد، يلعب لأحمد سمير فرج، كرة طويلة. وائل جمعة، بدأنا أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة الوقت المحتسب بدل الضائع 3 دقائق، معتزين والتعادل 1-1، والشكل العام هل هنصل لركلات الترجيح ولا إيه؟ الله أعلم. كل ده يتوقف على صافرة الحكم. أحمد سمير فرج يغير لعبد الله الشحات، عبد الله يلعب في اليمين، عبد الله السعيد، الشحات، شادي محمد أقرب، الشحات عامل الزحلقة وقاطع، لكن هنا الزحلقة التانية توصل للشحات والهجمة المرتدة للإسماعيلي، وزحلقة تاني وتتقطع توصل لوائل، باص أي حاجة، مصطفى كريم عايز يعدي وتتلعب، توصل لوائل تتقطع، توصل لمعتز إينو، معتز إينو ماشي يلعب باص طولي مش لحد خالص، تطلع وتبقى رمي التماس لنادي الإسماعيلي. فرقتين واضح الجهد عليهم، مباريات متتالية أفريقية فمأثرة شوية على الأداء في الثواني الأخيرة من اللقاء. مصطفى كريم، وائل جمعة، شادي، أحمد السيد، أحمد السيد ماشي، جيلبرتو ماشي، جيلبرتو بيغير اللعب الناحية التانية، ملعوبة على طول، لسه الكرة في اللعب رايحة جاية، أحمد سمير بيطلع تتقطع توصل تاني للنادي الإسماعيلي، عبد الله الشحات يلعب باص طولي اي حاجه توصل لعصام الحضري، الحضري استلم الحصان ووصل يمكن لنص الملعب عصام، وهيلعب الكره الطويله، لعب كره طويله وعاليه ومعديه توصل لاسامه حسني عايز يلم وسط ثلاثه، تضغط عليه تتقطع توصل تاني لاحمد السيد، واحمد السيد ماشي، احمد عايز تضغط عليه توصل تاني للنادي الاهلي، لاحمد عادل في اليمين عايز يلعب العرضيه، لعب العرضيه معديه ضربه ركنيه، الركنيه الثالثه للاهلي، 3 ركنيات اسماعيلي 3 ركنيات اهلي، مفيش حد احسن منه. جيلبرتو بيتنقل لناحيه اليمين يلعب رجله الشمال، دخلنا في الثواني الاخيره من اللقاء، الوقت بدل الضايع والقرار النهائي للحكم، وجيلبرتو هيلعب الضربه الركنيه، وفي لاعب من نادي الاسماعيلي واقع نتمنى له السلامه، وحمدي شعبان بيتكلم مع وائل جمعه، بيتكلم معاه بيقول له الوقت، والحكم هو صاحب القرار، وفي انذار لوائل جمعه، انذار لوائل جمعه، في انذار لوائل جمعه باين جدا، مدي انذار لوائل جمعه، انذارات زي ما قلت لحضراتكم كتير جدا في اللقاء لكن ما فيهاش عمق. انذارات جونسون، سيد معوض خد انذار وثم طرد، اسلام الشاطر، محمد حمص، شريف عبد الفضيل، احمد سمير فرج، وائل جمعه. لسه حكم هيستدعي الامن اهو، اسف الاسعاف، بيستدعي الجهاز الطبي لنادي الاسماعيلي يطمن على اللاعب اللي واقع، اتمنى السلامه ليه. هذه اللعبه اهو، هذه اللعبه مش بايلان او سداد، هذه اللعبه وائل واللعيب احتكاك الحكم اقرب وهو صاحب القرار. ضربه ركنيه لسه للنادي الاهلي في اخر ثواني اللقاء، التعادل 1-1. شادي محمد كان سجل للنادي الاهلي في دقيقه 44 من ضربه جزاء، بعد ما كان محمد حمص سجل للاسماعيلي في دقيقه 34. لكن فرقتين نتمنى لهم زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق. الدوري المصري يبدا ان شاء الله الاثنين القادم، اهم لقائين الاهلي مع المصري في بورسعيد، والاسماعيلي مع الزمالك في مصر هنا في استاد القاهره. الاهلي عنده بعد كده السفر مع
للقاء الهلال السوداني في الجولة الخامسة لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال، والإسماعيلي يسافر يلاعب دولفي نيجيريا في الجولة. الأهلي يتصدر مجموعته 9 نقاط، الإسماعيلي تعادلين، تعادل على ملعبه مع المريخ ثم تعادل مع كوارا النيجيري في نيجيريا، ونتمنى للتوفيق إن شاء الله. أيضا كل أمنياتنا لطلاع الجيش والمصري بالتوفيق في البطولة العربية ومشوارهم القادم مع بطلي سوريا ولبنان. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مشواره إن شاء الله الموسم القادم إفريقيا ومشواره في الدوري. تولى المهمة كرول النهاردة مع بداية أول تدريباته مع الفريق، نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل الكرة المصرية التوفيق، والكابتن محمود الجواري أيضا التوفيق في مهمته الجديدة. نعود للقاء وللضربة الركنية، وجيلبرتو على الركنية برجله الشمال، لاعب جيلبرتو وصبحي بالبوكس على طول، وجونسون بيطلع جونسون، وتاني كرة ملعوبة بالرأس، ولسه كرة في اللعب، لسه كرة في اللعب، وتاني عماد متعب وبرافو يا صبحي، ولسه كرة تاني، لسه كرة تاني، والعرضية وصبحي خارج بأربعة وشريف بيطلع وتوصل لجيلبرتو وهيلعب العرضية ولعب العرضية وتاني بترجع ويطلع الدفاع ورايا وصفارة وتسلل وصافرة حمدي شعبان تنهي أعزائي مشاهدي قناة النيل الرياضة اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وننتظر جميعا ركلات المعاناة من نقطة الجزاء. الاثنين 9 مساء على نايل سبورت. رمضان كريم. ليالي ألف ليلة وليلة كلها سحر وخيال. مولاي أنا مسكين. انزعج يا خنديس. بشر طماعين. هو حصل إيه؟ قصص خلت الملك شهريار يقع في حب شهرزاد، وألقوا ببدر التمام في بحر الأهوال. فيروز هو شيراز وشيراز هو فيروز. ماليش أعوان غير ملك الجان. دمدم. ألف ليلة وليلة، النجمة نيلي مع النجم محمود أبيل. أهو مش بيكوكب أكوكب أنا. في الأوقات التالية على نايل دراما. رمضان كريم. الفوانيس والخيام، مصر كانت بتعتبر من أقدم مواطن الحضارة في هذه الحرفة. رأس التنورة والرأس المولوي أصبحت فن أكثر منها طقس ديني. هل شهر رمضان بقى موسم للموضة؟ العباية، القفطان، الكورتجن، أشهر الشخصيات. نتكلم عن المسحراتي، الإنشاد الديني والابتهالات الدينية. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. كل سنة طيبين. رمضان كريم. كل سنة طيبين جميعا. واصحى يا نايم واحد الرزاق. الاثنين 3 صباحا على نايل لايف. رمضان كريم. والإسماعيلي صبحي في حراسة المرمى. الضربة الأولى للنادي الأهلي. جيلبرتو على ضربة الجزاء، ومحمد صبحي في المرمى، وجيلبرتو هيشوط
جيلبرتو صبحي، حمدي شعبان زبط، نظبط مع بعض. اول ركله جزاء جيلبرتو، اداله الاشاره حمدي، جيلبرتو جول. جيلبرتو هدف، والتقدم للاهلي 1-0. الضربه الاولى للنادي الاسباني، هنشوف ادي جيلبرتو جول. هنشوف الضربه الاولى للاسماعيلي مين، لسه ماشي ماشي مين. وادي كوره جيلبرتو تاني، الضربه الاولى للاسماعيلي، ادي رد الفعل. وادي الضربه الاولى للاسماعيلي، مش باين لنا الرقم خالص، يا ريت نقرب شويه. عبد الله السعيد الضربه الاولى، عبد الله السعيد للاسماعيلي، عبد الله والحضري، عبد الله وفي القايم، عبد الله وفي القايم، عبد الله السعيد وفي القايم. الحضري رايح معاه والراجل بيسجد كده، لكن كورة حاططها عبد الله في القايم. بختك يا عبد الله، اهي في القايم ورجعت. الضربة الثانية للنادي الاهلي، الضربة اهي كرة عبد الله في القايم، الضربة الثانية للنادي الاهلي. هنشوف محمد ابو تريكة ولا مين؟ محمد ابو تريكة هو اللي رايح. ابو تريكة الضربة الثانية، ابو تريكة وصبحي، ابو تريكة وصبحي الضربة الثانية. ابو تريكا جول، جوه جول اثنين الاهلي. ابو تريكا جوه جول، الضربه الثانيه، الضربه الثانيه للنادي الاسماعيلي. ادي كره ابو تريكا جوه جول على شمال صبحي، الضربه الثانيه ابو تريكا على شمال صبحي. الاهلي سجل 2-2، الاسماعيلي لعب واحده، عبد الله السعيد في القايم. وادي رد الفعل، وهنشوف الاسماعيلي احمد سمير فرج. احمد سمير فرج الضربه الثانيه، زي ما قلت لحضراتكم كاس السوبر في الست مرات اللي فاتت مره واحده انتهت بركلات الترجيح، زمالك واهلي، والاهلي فاز 3-1. مره واحده بالوقت الاضافي الزمالك ومحله، والمحله والزمالك فاز 2-1. احمد سمير فرج داخل وبره وبره، لا لا دي بره خالص يا احمد يا سمير يا وعصام الحضري. 2 الاهلي لا شيء الاسماعيلي. الضربه الثالثه للنادي الاهلي، هنشوف ادي رد الفعل. الضربه الثالثه للنادي الاهلي، هنشوف مين على الركله الثالثه. 2 الاهلي من 2 الاسماعيلي، 2 ضاعوا. ادي كره احمد سمير فرج بره، هنشوف الركله الثالثه للنادي الاهلي مين. الركله الثالثه للاهلي مين، يا ريت نقرب المسافه. داخل وتصدق الثالثه وتصدق، هنشوف مين اللي شايط من بعيد كده، الكاميرا مش مديانه. هنشوف الركله الثالثه اتصدق الركله. بركات محمد، بركات بركات، والثالثه تتصدق. محمد بركات والثالثه تتصدق. 2 الاهلي لا شيء الاسماعيلي. هنشوف الركله الثالثه للنادي الاسماعيلي، الركله ادي بركات اللي ضيع، يا ريت بالكاميرا تبقى مع اللي بيشوف. الثالثه الاسماعيلي، مين الاسماعيلي الثالثه؟ الركله الثالثه الاسماعيلي الشحات وجول، عبد الله الشحات، عبد الله الشحات وهدف. حلو يا عبد الله، 2-1. ادي عبد الله الشحات 2-1. ثلاث ركلات، الاهلي جاب 2 وضيع واحده، جيلبرتو ابو تريكه جاب وبركات ضيع، الاسماعيلي عبد الله السعيد احمد سمير ضيع، وعبد الله الشحات سجل. اسامه حسني الركله الرابعه، اسامه حسني الركله الرابعه، أسامة حسني الركلة الرابعة. أسامة ومحمد صبحي، أسامة وصبحي، هنشوف أسامة وصبحي. داخل أسامة وجوه جول، جوه جول، والركلة الرابعة 3-1. 3 الأهلي 1 الإسماعيلي. لو الركلة الرابعة الإسماعيلي جت هنلعب الركلة الخامسة،
لو الركلة الرابعة للإسماعيلي ضاعت هنقول مبروك للنادي الأهلي. لسه ما نستعجلش الأحداث. الرابعة للإسماعيلي. هنشوف الركلة الرابعة للنادي الإسماعيلي مين؟ فرحة والرد الفعل. الركلة الرابعة للنادي الإسماعيلي. مصطفى كريم اللاعب العراقي الركلة الرابعة. مصطفى كريم وجوجل جوه الجول وكده 3-2. الركلة الخامسة للنادي الأهلي شادي محمد. لو جات جول نقول مبروك للنادي الأهلي، لو ما جاتش نلعب اللعبة الخامسة للإسماعيلي. الأهلي شاط 4، جيلبرتو أبو تريكة جابه، أسامة حسني جاب، بركات ضيع. الإسماعيلي شاط 4، عبد الله السعيد احمد سمير فرج ضيعوا، عبد الله الشحات مصطفى كريم سجلوا. الخمسه شادي محمد. شادي محمد. الركله الخامسه شادي محمد للنادي الاهلي. شادي ومحمد صبحي واعصاب. شادي محمد كان سدد ركله جزاء المباراه وجاب منها جول. وهنشوف مع بعض شادي ومحمد صبحي والكل ينتظر. كل الملعب بيبص. شادي وصبحي، حمدي ادى الاشارة، شادي جول. شادي جول والنادي الاهلي بطلا للسوبر المصري للسابع وللمرة الرابعة يحقق النادي الاهلي السوبر المصري. مبروك للنادي الاهلي، لكن قبل ما نقول مبروك بنقول حظ اصعد للنادي الاسماعيلي.